الجمال ده. مرايا واقفة جنبي. أنا شايفة إن أنت واخد بالك مني حبتين. إيه؟ وحش ده يعني ولا إيه؟ لا مش وحش. بس زيادة شوية. عاجباني. طب أقول لك حاجة، ما تصدقيني؟ وهكدبك ليه؟ أصلك جدعة جدا. عشان ما سبتيش أبوكي. والنوع ده انقرض من زمان. لا وفوق كل الكلام ده بقى حتة أمرايا. ميرسي. يا سلام، ما نغيرها واحنا متجوزين. لا طبعا نو واي، انا مش ممكن اتجوزك غير لما اعمل كل حاجه على مزاجي الاول. اوبا، انت شكلك هتبقي صعبه قوي. انا صعبه قوي فعلا، بس معلش استغفلني بس. مفيش، انا من هنا رايح اخد بالي كويس. انت فعلا لازم تاخد بالك كويس قوي قوي، وتبقى عينيك في وسط راسك كده. ماشي يا ست. طب بقول لك ايه، انا هجيلك الشركه بكره. انهي شركه؟ انهي شركة؟ انت عندك اكتر من شركة؟ لا يعني اقصد اهلا وسهلا بيكي طبعا، تنوري في اي وقت. طب ومالك بتقولها كده ليه؟ كانك مش عايزني اجي. خالص، انا بس يعني زي ما تقولي اتفاجئت من السؤال. طب ما تتفاجئش بقى، انا قلت اقول لك عشان ما تقولش اني فاجئت، ما تقولش اني طبيت عليك، بس اوعدك اني بعد كده هطب عليك عشان اقفشك فعلا. ايه؟ بتضحك على ايه؟ مش عارفه ليه عندي احساس ان سامح ده هيطلع عين ايتم في يوم من الايام. نفس احساسي بالظبط. يا بنت مش وقت الكلام ده، امي هتصحى. انت جننت ولا ايه؟ اه مجنونه وبس. بقول لك ايه، مش هينفع نتكلم هنا، خدوا بعضك وانزلي دلوقتي. انسى، شويه وهاجي لك. مش هنزل. كلم مين يا ولا؟ مين معاك؟ ده التلفزيون ياما، التلفزيون. التلفزيون. ايه ده يا ولا؟ التلفزيون مات، في بيتكلم من غير كهرباء. لا ما انا اللي اصلي، انا اللي قفلته، اصل كان صوته عالي كنتش عارف انام. خش انت ايه اللي مصحيكي دلوقتي؟ خش نامي. تعالي 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 يما، تعالي، انت تعبانه من الصبح يما. ايه ده؟ ايه؟ الريحه دي؟ ايه فين؟ لا شم ريحه حريمي. لا لا لا، حريمي ايه؟ ريحه حريمي ايه اللي جاب ريحه حريمي هنا؟ انا شم ريحه حريمي. اه ما انا نسيت اقول لك، اصل انا امبارح رحت اشتري ريحه رجالي، الواد الله يخرب بيته اداني ريحه حريمي. ولا انت كذاب يا ولا؟ كذاب والله. بصراحه يا ام انا كذاب فعلا. اصل انا عديت على كاميليا. يا دي بوز الفقر، احنا مش هنخلص. اعمل ايه؟ وقال لي خلي ريحه كاميليا تيجي على جتتك. ما انا سلمت عليها، سلمت عليها، اكيد كانت حاطه ريحه في ايديها، جت في ايدي، انت شمتيها، خلصنا. ايوه ما انا ابني كده، عوج وكلامه عوج ومشيه عوج وكذاب وحلنجي وطالع لابوه. معلش، اللي ما مره جه وجاب لي حاجه، اللي ما مره شلت في ايدك فتله. معلش هجيب لك ولا ان شاء الله. حتى شبشب زنوبه تنامي دلوقتي، حتى جلابيه. انت تعبانه طول النهار. معلش هتعملي ايه؟ نصيبك بقى وقدرك. مش هطلع بره. وقفل تليفونك ليه يا ستي؟ بكره هبقى احكي لك على كل حاجه. لا دلوقتي، وعايز اعرف كنت انت ومتولي بتعملوا ايه؟ مش دلوقتي، بعدين. قلت لك امي هتصحى. لا دلوقتي هنتفضح. الله، ده التلفزيون
يا حلاوة يا حلاوة. ودي قناة إيه؟ الأخبار؟ ولا ما يطلبوا المشاهدون؟ ولا الأفلام؟ أبوس إيدك يا ماما ما تفضحناش، أبوس إيدك ما تفضحناش. أكيد أنت اللي جرجرتها هنا وأنت اللي هتجيب لها الفضيحة. أنا اللي جرجرتها؟ دي تفضح بلد دي. في ريال؟ أه في ريال. هو أنا جبت غير في ريال؟ هو فيه في كرم في ريال؟ لا والله. ولا في حلاوة في ريال؟ ولا في طعامة في ريال؟ يا أختي يا طيبة، ولا في طيبة في ريال؟ جوه. صباح الفل يا عم سعيد. يا عم جمال. يا حبيبي. ازيك يا عم جمال؟ ازيك يا ابو حميد؟ اخبارك ايه؟ تمام. يلا عشان عايزك في موضوع. والله العظيم انت ابن حلال، انا كمان كنت هكلمك عشان عايزك. اه تشرب الاول. هدى هدى. ايوه جاي. عمر يا استاذ احمد بتاعتي. شوف عمك جمال يشرب ايه. لا انا مش هشرب اي حاجه من السهر. رايح الشغل. حاضر. خد يا عم جمال سيجاره. لا انا ما بدخنش بقى تعالى. اه صحيح انا نسيت. امورنا ابو حميد. بقول لك يا عم جمال، كاميليا بنت خالي كانت كلمتني في موضوع كده، كنت عايز اكلمك فيه. والله العظيم ده لا ده انت فيك الخير، بس انا كنت هكلمك في نفس الموضوع بالظبط. طب صح كده يا عم جمال؟ وبصراحه المفروض يعني ان انا كنت اكلمك انت الاول يعني، بس انا قلت هي تقول اه وبعدين اكلمك عشان يعني الموضوع ما يبقاش كلام وبس. وانا قلت برضو اجي دوري، تعرفني ما بحبش اللف والدوران. وبعدين ما تحسنيش يعني كاميليا وحدانيه وانا عايش لوحدي وعايز حد يونسني وياخد بحسي في الدنيا، يبقى انا كده غلطت؟ لا ما غلطتش ولا حاجه يا عم جمال، بس انت يعني شايف ان الوقت ده مناسب انك تتكلم في موضوع زي ده؟ بس هو بصراحه انا قلقت، قلت يعني الاحسن حد يسبقني ويطلبها، خصوصا اي حد من اهل جوزها، بس الناس دول مش هيسيبوها في حالها، هيفكروا يعني ياخدوها لخبوزها عشان يعني تبقى الحكايه كلها في حبهم، لان لو ما كانش كده هيقرفوها. فانا قلت يعني ما اسيبهاش لوحديها، او برضه وهي بتطالب بحقها يبقى حد واقف وراها جنبها كده يعني، ولا ايه؟ لا عندك العيب، عندك العيب يا عم جمال. بس انا يعني عايزك تأجل كلام في الموضوع ده شويه عشان الامور تمشي زي ما انت عايز بالظبط. بجد يا ابو حميد؟ اه بجد. وعايز كمان اطلب منك طلب. فين؟ يعني ما تقولش الكاميليا خالص ان انا كلمتك في موضوع زي ده. ما تقولهاش ان انا قلت لك الكلام ده خالص، ولا انت فتحتني في السيره دي نهائي. طبعا طبعا. ولا هجيب اي سيره. ده انت تامرني. شوف ربنا، تصدق انا كنت قلقان من رد فعلك جدا. لا ولا يهمك يا عم جمال. احنا نطول نناسبك يا عم جمال. الله يكرمك، الله يكرمك يا ابو حميد. معلش انا حطيك على الله بقى عشان اروح شغل. يلا اتفضل. سلام عليكم. سلام عليكم. الف سلام. هدى ولع سك على قهوه. برضه بتنفذي اللي انت عايزاه. وانت رايحه فين انت كمان؟ مش قلت لك تقعدي تتكلمي معايا؟ بقول لك ايه يا كاميليا، احنا مش صغيرين، كل واحد عارف مصلحته كويس. سلام. شفتي؟ عشان تعرفي ان احنا مش بنقول حاجه غريبه، بس انت اللي مقفراها حبتين. يا بنتي هو انت بتقولي لي انا رايحه اصدي رده؟ ده انت بتقولي حتباتي. على فكره انا لو عايزه اصيع هصيع طول النهار وارجع لك بالليل اللي بات في البيت عادي يعني. مروه ما تتكلمي بطريقه احسن من كده شويه. انت عارفه ان دي الحقيقه وانا ما بحبش احليها، بطلي طبطبه. يا رب يا رب. احمد كويس انك جيت، تعال احضرني. ايه في ايه؟ تعال قابل. وفيها كاميليا. ايه اللي فيه ايه؟ احمد راجل البيت ومن هنا ورايح لازم يعرف كل حاجه بتحصل في البيت. لا يا حبيبتي، راجل البيت عليكي انت مش علينا احنا. في ايه يا بنات؟ ما تهدوا شويه بس، فهموني ايه اللي حصل. اللي هنا ما عايزه تسافر وتقعد لي اربع ايام. قال ايه؟ شغل. لا 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 يا مروه، ايه الكلام الفارغ ده؟ لا ما يصحش الكلام ده طبعا. وانت مالك انت اصلا؟ هو انت افتكرت النهارده ان احنا قرايب وجاي تسال علينا؟ وانت مش خايف باحسن سيده تيجي تطب عليك وانت عندنا ولا ايه؟ ما يصحش يا مروه الكلام ده بقول لك. وبعدين انت متعصبه كده ليه؟ قولي لنا رايحه ليه وعشان ايه، واحنا نقول لك اذا كنت تروحي ولا لا. رايحه شغل. خلاص؟ ايوه. الشغل ده فين ومع مين؟
انت مالك اصلا؟ اوعى اوعى البنت اللي بتتكلم كده ليه؟ انت هتسيبها؟ يا مروه يا بنتي استني. منزل عبد العزيز الحلي؟ ايوه. معايا امر بالحجز على الشقه. ايه؟ حجز على الشقه؟ طب اتفضل اتفضل. انا عايزها تخرج من الشركه ملط. عافيه. هيحصل يا باشا ما تقلقش. 100 مره تقول هيحصل يا باشا. هيحصل يا باشا ما تقلقش، هيحصل يا باشا ما تقلقش، ومفيش أي حاجة بتحصل. أنا خلاص ما عدتش طايق العيشة معاها. لا، أنت لازم تشوف لك حل يا بنت. دي واحدة شؤم. بعدين أنا خلاص هنقل كل تعاملات شركتي بره. طب والشركة هنا يا باشا؟ زي ما بقول لك كده. أنا هسحب كل أرصدتي، وهسحب كل تعاملاتي، وهربط مع العملاء على كده. عايزها تفوق تلاقي نفسها على الارض. حاضر يا باشا. عبد الله ده كمان اللي طلع لنا في المقدر. اعمل معاه ايه دار اخر؟ انت كده مديله اكتر من حق. هو خلاص قضى المده وخرج من السجن، يعني ثواب. وانت لو شغلته عندك هيبقى اي حاجه يعملها هتبقى ضده مش ضدك. بس انا برضه قلقان مش مطمن. عندك حق انا عارف. انت بس سيب الامور كده تمشي بطبيعتها. لانه ممكن يكون عايز يعوض اللي فات من عمره، او من الاخر كده يا باشا ممكن يكون عايز قرشينه وخلاص. خلاص اعمل اللي اتفقنا عليه وبلغني بالحرف عملت ايه. مفهوم يا متر؟ بكره ان شاء الله. يلا اتفضل يا متر. ازيك يا متر؟ تمام يا هانم ربنا يخليك. يا روح خير في حاجه يا سمير؟ لا يا روح بقى كنت بخلص شويه اجراءات مع المتر. طب عن اذنك انا بقى. اتفضل يا متر اتفضل. مع السلامه. الله يسلمك. مع الف سلامه. فكرت هتعمل ايه مع عبد الله؟ زي ما اتفقنا هكلم سامح يشوف له اي شغلانه كده لحد ما نشوف هنعمل ايه معاه. طب يا روح عايزه حاجه؟ انت خارج ولا ايه؟ هروح الشركه. طب يا حبيبي اعمل حسابك نتغدى مع بعض. عاملاك بقى فته وكوارع واكل انت بتموت فيه. تحرمش منك يا روحي. خلي بالك من نفسك. وانت كمان يا حبيبي. باي يا حبيبي. باي باي. يا واطي يا ابن الكلب. هو ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ والدك الله يرحمه انا اعرفه. ولما قابلته لاول مره وكلمته قلت له ان البنك هيحجز على الشقه دي بسبب القرض اللي هو خده. وقلت له كمان لازم تسدده. بس هو بابا اخد قرض ليه؟ ده قرض قديم خده عشان خاطر جواز كاميليا. ده على حسب ما انا عرفت. والقرض ده يعني يجي له بكام يعني؟ هو الحقيقه القرض ده حوالي 100,000 جنيه بعد الفوائد، وده لازم يتسدد من هنا لحد قبل اخر الشهر. انا اسف يا جماعه انا مش هقدر اعمل اي حاجه لان كان لما عايش كان هو اللي بيقدر يتصرف. طب انا اعرف ان والدي كان عنده 10,000 جنيه في البنك. ممكن ندفعهم لغايه لما ندبر الباقي؟ للاسف لا. انا اسف جدا يا جماعه مش هقدر اعمل اي حاجه. وعلى فكره لازم تسددوا المبلغ وبسرعه لان كل يوم بيعدي الفوائد بتزيد. النهارده ال100 بكره هتبقى 500. يلا السلام عليكم. مع السلامه. عايزين مني حاجه؟ هتاخر على ميعادي. ابقي سددت الكارد يا عروسه. سلام. مروه استني. انا عايزك. هنعمل ايه في كل الفلوس اللي مطلوبه مننا دي؟ هنعمل ايه؟ مروه احمد اقسم بالله لو قلت لي اي كلمه تضايقني. توطي صوتك. لو حصل لك اي حاجه في السفر ده بيكلميني. ها يعني ايه؟ يعني لو رايحه شغل او اي مصلحه تانية مفيش مشاكل. اي حاجه تعوزيني فيها تليفون صغير وهتلاقيني عندك. ماشي. ايه بقى هو ايه اللي ايه بقى؟ يعني عايز اعرف الشغل ده ايه يستاهل يعني ولا تقضيها؟ والله العظيم يستاهل والمصحف يستاهل يا اخي. هي مش البنت حنان دي شغاله معاكي؟ حنان شغاله معايا. امال مش مسافره معاكي ليه؟
انت هتجيب حنان لمروه؟ عندك حق. اجي قبل جاب يا مروه. ماشي، رايح فين كده؟ عندي مصلحه النهارده، ادعي لي بقى تقضي على خير. ربنا معاك وتقضي على خير، بس بدلتك حلوه شكلها غاليه. جايبها منين يا ابو حميد؟ ابو حميد. طبعا ابو حميد. طالما مخك جه على مخي يبقى ابو حميد ونص كمان. ونص؟ اه زي اونص كده. على فكره انت ما كنتش بتنزلي من زوري، بس شكلك كده اتغيرت خلاص. لسه اللي جاي احلى. ماشي، انا همشي بس ما اتاخرش. بيطمني عليك لما توصلي. ها حاضر. سلام. قلبك على نفسك. يا مسهل حال رب. انا جيت بس على المكتب، بلا شغل بقى بلا شركه بلا كلام فاضي. يلا بينا. يلا بينا على فين؟ نتجنن شويه. طب ما هو انا مجنون اني وافقت اتجوزك اصلا. انت من هنا ورايح لازم تسمعي كلامي، وانا مش جوزك ولا ايه؟ لا لسه شويه. لسه شويه ده ايه؟ يلا يلا. يلا على فين؟ عايزنا نروح فين؟ هنسافر. ده انت بتحلم بقى. بحلم ليه؟ احلى حاجه في الدنيا انك تعملي الحاجه من غير ما ترتبيها. اي سامح، بس يعني احنا لسه ما عملناش فرح. هتفرق يعني؟ طبعا تفرق. انا لازم البس فستان ابيض، ولازم ابقى عروسه، ولازم صوري تملى كل المجلات. يا حبيبتي عشان تنبسطي احسن حاجه في الدنيا تعملي الحاجه بعيد عن الناس وكلام الناس. طب ومامي هقول لها ايه؟ هنكلمها في التليفون واحنا في العربيه. دي كانت تروح فيها. تروح فيها ده ايه؟ هو انا مش جوزك شرعي؟ احنا مش كاتبين الكتاب. يعني من ناحيه شرعي فهو شرعي. خلاص حبيبتي، في حاجات كتيره لو فكرنا فيها هتبوظ. ادي شنطتك اهي. اتفضلي يا ستي. يلا بينا. يا سامع. يلا. يلا يلا يلا. يا سامع. موظفين ايه؟ ما اتفقنا خلاص، انا جوزك رسمي. يلا. قولي لي بس ايه اللي بيدور في دماغك؟ عايزه اغير الشركه اللي بتعامل معاها. طب والله كنت عايزه اقول لك كده من زمان. عايزه اخد من شركه ماركه عشان البضاعه تبيع نفسها. طول ما احنا مع السكه دول عمرنا ما هنخلص. انت شايفه كده يعني؟ انا ليا اختين، كل واحده فيهم بتشتغل في شركه للملابس والازياء. يعني لو قدرت اخد منهم بضاعه لحسابي الحكايه هتبقى لوز. ساكته يا بيت. هي بس حاجه تقيله على قلبي، لكن الشغل ما فيهوش الكلام ده. اللي عايز فلوس يدوس على قلبه ومشاعره وكل حاجه. معاكي طبعا، بتتكلمي صح. بس انت ما تعرفيش، انا ليا اختين من الاب، واحده ما بتقناش والتانيه بتحبنا وكانت عايشه معانا. انا هكلمها والتانيه دي ما هتصدق عشان تقول لي انها احسن مني. الله بقى، ما احنا لسه قايلين مالناش دعوه بالهبل ده. احنا يا بنت الحلال نشوف مصلحتنا فين ونمشي وراها، غير كده بلناش فيه. عندك حق يا بنت، انا هكلم الاثنين واللي تغمز نشتغل معاها. ده انا هقوم اروح لميرا حالا. ها طمني يا ابو كرمه، ايه الاخبار؟ كله تمام. نص ساعه وتيجي معايا عشان نمضي ورق البنك ونحول الفلوس باسمك على حسابك الجديد. بعد كده ناخد المبلغ اللي احنا عايزينه وتروح انت مشوارك وارجع انا على هنا. وحشتيني قوي يا منى قوي. يا كدابه كدابه، من ساعه ما سبتينا ولا سالتي على حد فينا. انا اسفه يا ستي، انا عارفه ان انا غلطانه. براحتك يا ستي، هقول لك ايه؟ ما هي اللي يقعد في العز ده ما يفتكرش حد خالص. بس عليك يا منى، وانا وحشه قوي كده؟ لا طبعا، بس الناس بقت كده ما بتفكرش غير في الفلوس. الا انا يمكن. وانت جايه تزوريني ولا جايه تبكتين؟ انا جايه عايزه مصلحه. قولي كده بقى عشان تعرفي بس مين فينا اللي بتاع مصلحته. ماشي، بس انت النهارده هتتغدي معايا. لا مش هينفع، مش هينفع اسيب البنات خالص. لا هتتغدي معايا، يعني هتتغدي معايا. قولي لي بقى ايه المصلحه اللي انت كنت عايزاني فيها؟ بصي يا ميرا، انا عاوزه اشتغل. عايزه تشتغلي فين؟ عند عمو سمير؟ عمو سمير؟ ايه الحياه بقت بيس قشطه؟ ده طلع راجل طيب قوي والله. وابنه ايه؟ لسه لازق برضه؟ تخيلي، بس هو كمان طيب. بصي يا ستي، انا عايزه اشتغل بس مش في الشركه. انا سامعه ان منتجاتهم في السوق سمعتها هايله، انا عايزه اخد منهم واشتغل لحسابي بس معيش فلوس. يعني يعني اخد عن نوطه. والله يا منى انا ما بفهمش في الحاجات دي الصعبه دي، وانت عارفه ده كويس.
وما اقدرش اقعدك مع مسامير، بس تقدري تقعديه مع مروان صح؟ ايوه، بس في مشكلة. ايتن بتكرهنا كلنا، ما بتحبش اي واحدة فينا. مش عارفة لو عرفت موضوع زي ده ممكن تعمل ايه. هو مش مروان ده يبقى ابن عمه سمير؟ خلاص يبقى هو الجوكر. انا هاخد عنوته بس هسدد، وبعدين بكره تعرفي ان اختك دي هتبقى اكبر سيده اعمال في مصر ان شاء الله. يا حبيبتي انا متاكده انك هتبقي كده واحسن كمان. طب هتردي عليا امتى؟ بصي هنتغدى دلوقتي واسحب لك الواد مروان ونخرج معاه ويقول لنا على كل حاجه. حلو اسحب لك دي. قولي لي بقى البنات عاملين ايه؟ عاملين ايه؟ زي القرود. وكاميليا؟ كاميليا دي عبيطه، مش قادره تفهم ان اللي لازم يعيش في الدنيا دي لازم يعيش فيها زي الاسد. الهانم عايزه حضرتك. حاضر، عن اذنك يا حبيبتي اشوفها عايزه ايه واجي لك على طول. ربنا يستر. تعالي هنا. في ايه يا ماما؟ البنت دي بتعمل ايه هنا؟ جايه تزورني. تزورك؟ انت كلمتيها ولا ايه؟ لا يا ماما هي اللي كلمتني. هي عايزه ايه؟ انطقي من عارفه ولاد سميه دول. ماما دي اختي. لا انت مالكيش اخوات غير ايتن وبس، انت فاهمه؟ لا يا ماما انا ليا اخوات تانيين وبحبهم ويجوا يزوروني في اي وقت. طب ايه رايك بقى اني هشتمها واطردها؟ لو عملت كده انا همشي معاها يا ماما. انا كمان عزمتها على الغدا. تبقي اكيد اتجننتي. لا ما اتجننتش يا ماما، انا ليا اخوات وعشت معاهم طول عمري، واللي بيني وبينهم اكبر بكتير من اللي اي حد ممكن يتخيله. ماشي يا ماما. ناقصني ولاد سميه دول كمان، حاجه تقرف. عادل. كاميليا ازيك؟ منوره الشركه. شركه ايه؟ دي شركه عظيمه. هو انت عرفت العنوان هنا منين؟ الواد متولي هو اللي قال لي وانا جيت. بس ايه الروقان اللي انتوا فيه ده؟ هو انت جاي تنق علينا بقى ولا ايه؟ يا عم نق ايه؟ ده انا في مصيبه صوت. مالك فيك ايه؟ مفيش حاجه، بس فين احمد؟ احمد موجود. تعالي اتفرج على المكتب العظيم بتاع عادل بيه قبل ما يجيلك احمد. مكتب عظيم ولا بني؟ حاسه ان الدكتور قاعد تطلع. اتفضلي يا كاميليا هنا. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ عجبك؟ عجبني؟ ده تحفة. ده أنا كان المفروض أبارك لك على الوظيفة الأول. ولما أنت إنك شرفتينا دي هي حاجة مهمة يعني. أنا مبسوطة أوي إنك هنا يعني. مبروك يا عادل. قول لي بقى لو أحمد مش فاضي وأنا هعطله أنا ممكن أجيله أي وقت تاني. أنت مش معطلانة عن أي حاجة خالص، بس يعني أنت تشرفي في أي وقت. واضح إن الشركة دي كبيرة أوي. هي كبيرة فعلا. احمد كان قال لي ان صاحبه غني، بس انا ما كنتش فاكره للدرجات دي. صاحبه؟ هو صاحبه غني قوي 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 يعني، حاجه يعني فوق الوصف. بس تعرف يا وادي عادل، انا لو كنت اتوظفت من ساعه ما اتخرجت يعني في شركه زي دي كان زماني في شركه اكبر من دي 100 مره. انت هتقرعي بقى كمان يا شركه ايه اللي تبقى اكبر من دي؟ ليه يا عم؟ انا مش اداب انجليزي انا ولا خدمك معايا؟ هو انت اداب انجليزي؟ ايوه. ما انا عارف ان انت اداب انجليزي، ما انا مش عارف اتربي معاك يعني. طب ما تشتغلي معانا هنا كمان. يا سلام بقى، وهم هيوافقوا. هم مين يا كاميليا؟ البدله دي مش مقصره فيكي في اي حاجه خالص. احنا هنا اللي بنقول مين يشتغل ومين ما يشتغلش. وبعدين احنا اكيد محتاجين واحده بتتكلم لغات. وانت انت اداب انجليزي يعني، وزياده عن كده ان احنا اكيد محتاجين واحده جميله جدا جدا تكون معانا. انا اسف، مش قصدي حاجه والله، اسف. اسف ليه؟ هو انت شتمتني؟ ده انت قلت لي كلام جميل انا كان نفسي اسمع زيه. بجد؟ طب انا ممكن اقول كلام كتير تاني اقول. ما خلاص يا عم بقى، احنا هنقعد نهزر. يا عادل قول لي انا دلوقتي هقابل احمد ولا هيتنك عليا ويعمل فيها بقى موظف مهم بقى اروح؟ انا عايز اقول لك على حاجه مهمه قوي كمان. اهم شخص في الشركه دي اللي واقف جنبك ده، يعني اروح انادي لك احمد. خليكي عندك لحظه واحده.
ربنا عادل فيه. تروح فين؟ انا هوصل مشوار البنك كده بسرعه وراجع على طول. اعمل حسابك اروح انا متولي النهارده نقابل الرئيس. ماشي. استنى بس. ايه كمال يا بره؟ كمال يمين بنت خالي؟ ما بنت خالي انا. وعايز ايه دي؟ نصيبه لا تكون فاكره ان انا هدفع لها الفلوس اللي عليهم. بقول لك ايه؟ اتصرف معاها قول لها اي حاجه. قابلها انت. استنى بس يا عم. راح فين؟ ده عايزاك انت يا عم. قول لها انك ما لقيتنيش. استنى بس. في انت ايه موضوع الفلوس ده؟ قول لي يمكن اعرف اتصرف. خالي كان واخد قرض من البنك عليهم 100,000 جنيه يا يدفع ويخرج من الشقه. طب ايه المشكله احمد؟ ما خير ربنا كتير ما تدهم لها. عنده قرايبك برضه. قدهم لها ايه؟ انت عبيط؟ بقول لك ايه؟ بقول لك يا عادل طريقتك دي مش هتنفع. اللي صعب عليك في قرك يا صاحبي. وبعدين كمالها دي مشاكلها كتيره. مره قرض البنك، مره الورثه بتاعت جوزها، وشويه كمان هتخش لنا في الخطاب اللي بيقعوا منها. انا مش فاضل مشاكل كمالها دي. فاهم ولا لا؟ غريبه قوي. انا كنت متخيل ان هي قريبه منك وبتعزها يعني. انا ما بعزش حد، ما بفكرش غير في نفسي وبس. فهمت؟ لا يا راجل. اصلا انا قلت لها ان هي ممكن تشتغل معانا هنا يعني. انت مجنون؟ تشتغل فين وايه؟ ما انا شكلي اتدبست بقى. اتصرف انت. ماشي عادل. ماشي. اشوف اخرتك يا كاميليا. تعالى تعالى نشوف. تعالى بس. ما اعرفش انت متنرفز ليه يا جدع. تعالى بس. سوري اتاخرنا عليكي. يا الف اهلا وسهلا. ازيك؟ منور الشركه كلها يا كاميليا. انت ايه اللي جابك؟ قصدي يعني ما اتصلتش بيا ليه بالتليفون وانا كنت جيت لك على طول على البيت بالليل؟ ما انا بكلمك كتير على طول تليفونك مقفول. وبعدين كنت عايزه اكلمك في موضوع الشقه بتاعتنا والمشكله. كاميليا انا مش عايزك تقلقي خالص. طول ما انا موجود انا مش عايزك تشيلي هم اي حاجه. وبعدين انا فهمت عادل اللي هيعمل ايه. مظبوط. عادل مين انا؟ ايوه. هو فهمني فعلا. بقول لك يا كاميليا، عايز اقول لك على حاجه. انا اسف يعني. انت عارفه انا هقول لك كلام مش عايزك تزعلي منه، بس انا فعلا انا لو معايا فلوس انا كنت هدفع لك على طول. انما انت عارفه زي ما قلت لك ان انا شريك هنا في الشركه بمجهودي. لو اتصلت بالشركه وقلت لهم انا عايز فلوس دلوقتي هتبقى شكلها وحش. ولا انت شايفه ايه؟ انا عارفه وانا مش عايزه احرجك. انا متاكده ان لو في ايدك اي حاجه مش هتتاخر عليا. كويس قوي ان انت عارفه كده يا كاميليا. يلا بقى، تحبي اوصلك على البيت في طريقي؟ هو انا كان في طلب كده لو ممكن تعمله قبل ما تمشي. طبعا اموري. عادل كان قال لي انه ممكن تشغلوني اي حاجه عندكم هنا في الشركه. انا قلت لاحمد وقال لي تمام. ما انا قلت لك تمام. وطبعا دي حاجه تشرفنا طبعا يا كاميليا. ده انا متفاجئ بالخبر ده. طيب خلاص، انا هسيبك انت بقى وعادل وتشوفوا ايه اللي ممكن يحصل وانا اروح اشوف شغلي. اوكي. عادل. عايزك تختار احسن كان لكاميليا متعينه فيه. ولا اقول لك ما تخليها معاك في القسم عشان خاطر انا كمان مطمن عليها. ماشي. مبسوطه كده؟